عازف المزمار، حكاية من التراث القديم. كان يا مكان في قديم الزمان، كان عازف مزمار متجول يجوب الجبال والبراري عازفا الألحان الجميلة. وها هو الآن قد أتى إلى مدينة صغيرة. أخذ العازف بالرقص هنا وهناك وفي جميع أنحاء المدينة، ولكن أوه، ما الذي يحدث هنا؟ لم يدنوا من العازف أحد، بل تجنبه الجميع وانفضوا من حوله، وكانت تلك أول تجربة من نوعها بالنسبة إليه. تذكر العازف كيف كان محط أنظار الجميع في حله وترحاله، ولكن ما لأهل هذه المدينة؟ شيء غريب حقا. أوه، أرى أن أحدا لا يود الاستماع لي. ألا أجيد العزف يا ترى؟ أوه، هذا فأر. لم يكن ذلك هو سبب عزوف الناس عن العازف، بل كانت هناك مشكلة كبيرة تشغل أفكار أهل المدينة جميعا. ابتعدوا أيها الفئران، كلا وكفى. يا إلهي ابتعدي. كثر عدد الفئران حتى أنها أصبحت تهاجم القطط والكلاب وتطاردها كما تطارد الإنسان أيضا، فتوجه الناس إلى محافظ المدينة علهم يجدون عنده حلا لمشكلة الفئران. لابد أن نجد حلا لهذه المشكلة، كلموا المحافظ بهذا الخصوص. لقد نفد طعامنا يا سيدي، أرجوك أن تفعل شيئا أيها المحافظ. لماذا لا نشن حربا ضارية ضد هذه الفئران قبل أن تقضي على المدينة؟ اسمعوني جيدا، لا داعي لهذه المخاوف، فما زال لدينا 10 مخازن للحبوب والجنود يحرسونها جيدا، أفهمتم؟ حاول المحافظ إدخال الطمأنينة إلى قلوب الناس، ولكنه كان يدرك تماما خطورة المشكلة. لقد اخترقت الفئران. أكلت الفئران الدقيق. أصابت الدهشة المحافظ وجميع أهل المدينة، فقد هاجمت الفئران جميع مخازن الدقيق. اسمعوني، سوف نشعل النار في المدينة. أحرق بيتي، ماذا نفعل؟ وهكذا قرر الأهالي الرحيل عن مدينتهم. سيدي المحافظ، ما رأيك بأن أخلص المدينة من جميع الفئران؟ ما رأيك؟ ماذا تقول؟ هل لديك فكرة خاصة تنقذ بها المدينة؟ أجل، وسأريك كيف سأقضي على هذه الفئران جميعا. لطيف جميل، أخبرنا كيف. أخبرنا، أمر جميل حقا إذا كان يستطيع ذلك. أحقا تستطيع أن تفعل هذا؟ سأدفع لك قطعة ذهبية واحدة مقابل كل فار، ولو بلغ عدد الفئران 10,000 فار. ذلك كان الوعد الذي قطعه المحافظ للعازف أمام جميع أهل المدينة. اتفقنا. ولكن سرعان ما شعر المحافظ بصعوبة تحقيق ما وعد به. أيها المحافظ، المدينة تزخر بالفئران، ولقد وعدت أن تدفع قطعة ذهبية مقابل كل فأر، فكيف تستطيع أن تدفع له إذا ما اقتضى الأمر؟ ها؟ عندي فكرة، اسمعوني جيدا. اقتربوا.
وارتسمت ابتسامة ماكرة على وجه المحافظ، وهمس في أذن الرجل بعض الكلمات. ما الذي قاله يا ترى؟ ابتعدي ابتعدي يا فرعون ابتعدي. ها ماذا حدث؟ الذي يفعله عازف المزمار يا ترى؟ أيتها الفئران اقفزي إلى النهر. فرح الناس لخلاصهم من الفئران وأخذوا يرقصون فرحا وابتهاجا. لقد قضيت على جميع فئران المدينة يا سيدي. أحسنت صنعا أيها العازف، والآن حان موعد الوفاء بالوعد. يجب أن أحصي عدد ما قتل من الفئران حتى أتمكن من دفع النقود. هيا أحضرها إلي جميعا. ولكن المياه جرفت الفئران يا سيدي، ولا أستطيع أن أحصيها. أعطني بعض المال لأشتري خبزا. نعم كلا، فلن أستطيع أن أدفع لك دون أن أرى الدليل. هيا مرمى الوجه. حسنا. وهكذا فرح أهل المدينة لخلاصهم من الفئران، فانطلقوا جميعا ليمرحوا ويحتفلوا. وبينما كانوا بعيدا عن منازلهم، هيا هيا إلى عاصمة، هيا 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 واجتمع أطفال القرية جميعا ليلحقوا بالعازف ليمتعوا آذانهم بعزفه الجميل، وهكذا لحقوا به إلى ما لا نهاية. انتظروني انتظروني أرجوكم.
لقد كان أثر اتفاق سكان المدينة على عازف المزمار شديدا، وقرر على أثر ذلك أن يأخذ أبناءهم معه إلى أعالي الجبال ليعيشوا معه هناك بسعادة وهناء.